لا يزال العدوان السعودي يعيش في هستيريا تدل على جنونه من خلال استهدافه المدن والأحياء السكنية والمنشآت والجبال من قبلهم، نتيجة دورها في حماية المدن ومنع أي محاولات للإنزال المظلي للعدو. نتابع. أملا في إحداث الفوضى وتفجير الوضع في العاصمة صنعاء، استمر العدوان السعودي في شن غاراته على جبال اليمن الشامخة وتباته، والتي يحاول العدوان فيها استهداف الأسلحة والذخائر، مع من بجانبه من العملاء الذين باعوا أنفسهم ووطنهم بثمن بخس. لأن في عملاء وخونة داخل هم الذي بيعطوهم معلومات كاذبة أن هذه الأماكن تحتوي على أسلحة أو كذا، يعني يريدوا تدمير البلاد بشكل عام. أولا يستهدف الأسلحة الموجودة في اليمن وقوة اليمن، يعني اليمن قوية بجبالها وبأسلحتها. في اعتقاده حسب المعلومات التي بتواصل مع حق العملاء الموجودين في الداخل وفي الخارج بأنها يوجد فيها أسلحة، وفي الحقيقة لا يوجد فيها لا أسلحة ولا شيء، وإنما بيستهدف المدنيين والناس الضعفاء والمساكين. هم بيفكروا أن في أسلحة في الجبل هذا، وما نجحوش في حكم هذا لانه ما بيسووا، احيانا بيستهدفوا المواطنين فينا في انفسهم. مواطنون اكدوا ان استهداف الجبال نقم وعيبان وعطان، ما هي الا محاولة من العدوان لتخويف المواطنين وزعزعة الامن والاستقرار والسكينة، والذي يدل على حقد النظام السعودي على اليمن منذ عقود. من اجل تخويف المواطنين والاهالي والهذا، ولكننا لن نخاف مهما ضربوا من جبال وتباب ومنازل ومنشآت، سنظل صاملين. هذا هستيريا من هستيريا العدوان، يقذفون الجبال ذا من باب التبرير هدم المخزون الأسلحة، لكن مش عارف ان العقل اليمني ذكي مشي ولا هذا الحد الوعي خلي الأسلحة تكون هناك او الصواريخ، لو كان في هناك صواريخ نقد انتهت اليمن بكاملها نص المدن. فضلا عن محاولة العدوان تدمير منظومة الحماية الدفاعية للعاصمة صنعاء بهدف تنفيذ عملية إنزال جوية لمحاصرة المدينة من مختلف الاتجاهات. عندما يستهدفون المخازن الأسلحة أو بعض القوات النوعية تمهيد لإنزال مظلي كما حصل في عدن عبر البر والبحر والجو، ولكن سيكون فريسة وطعم للشعب اليمني بأجمعه، لأن الشعب اليمني باستمرار لا يقبل الغزاة على الإطلاق. احنا لهم بالمرصاد ونتمنى ينزلوا واحنا جاهزين في أي وقت ونتحداهم، وإذا هم رجال ينزلوا. إذا نزلوا انزل مظلي تكون نهايتهم، ما عاد يبقى بشر منهم. نرحب بنزل المظلي، هم الخسرانين، احنا مستعدين لهم، هم الخسرانين. أما نزل المظلي هم الخسرانين، وحق قد حصل انزال مظلي في عدن وحرقوا في الجو. وتظل جبال العاصمة عنصرا اساسا لحماية السيادة ونظام الوطن من اي اختراقات او عدوان بري او جوي، وتمثل الدفاعات الجوية والمضادات جزءا مهما لافشال اي اعتداءات. وتبعد تلك الجبال عن العاصمة صنعاء بضعة كيلومترات لولا التوسع العمراني الذي زحف الى القرب منها. كلام صنعاء اساسا ما امن بالجبال، فما هم اساسا بيستهدفوا صنعاء بيضربوا مناطق اللي هي مأمنة لصنعاء. اخرون يرون ان جبال العاصمة اضافت لجمالها جمالا وزادت من شموخها وهيبتها باعتبار تلك الجبال تحيط بصنعاء من مختلف الاتجاهات وتشكل سورا حصينا يصعب على العدو اختراقه. استهداف التبات والجبال هو اصلا لتدمير المعالم الاثرية لشعبنا اليمني العظيم. احنا نعرف ان اجدادنا سكنوا في الجبال، غارون من حضارتنا ومن تاريخنا، وأحب أن أقول لهم ما زدت اليمن إلا حضارة وثبات وشموخ، ما زدت اليمن إلا تاريخ، وما زدت اليمن إلا صمود، وستخذلون بإذن الله. ويعتبر القصف الهستيري على الجبال المحيطة بالعاصمة استهدافا لشموخ أصحابها، وهي بكل المقاييس جزءا مهما في تغيير مناخات الحياة وتضاريس الأرض ودورها في الحفاظ على توازن الأرض ومنع أي زلازل أو كوارث قد تحدث يوما ما. سامي الحجري، اليمن اليوم.